اسمع بنسب تقريبيه عدد الموظفين 4 مليون اكثر اقل، ايش قد عندنا موظفين، ايش قد عندنا متقاعدين بالارقام؟ الموظفين بحدود 4.5 مليون موظف، 4.5 مليون على الرعاية تقريبا حوالي 3 تقريبا هيك. المتقاعدين 3 مليون؟ المتقاعدين شوف استاذ متقاعدين يعني ياخذون من صندوق التقاعد نسبة أكثر منه خلال التوقيفات التقاعدية. لا عددهم عفوا. إيه لا قصدي هو ككلف. بالمجمل كلفهم كمتقاعدين وكرعاية اجتماعية وكموظفين ذكرتك بحدود 8.5 تريليون شهريا. إيه 8.5 تريليون شهريا. لذلك الكلفة التشغيلية للوظيفة مبلغ جدا كبير. وهذا اليوم اللي نتحدث به أنه الحكومة ما ممكن، لابد أن تجد منافذ أخرى للتمويل، ما ممكن تنتظر تبيع النفط وتوزع على الموظفين، لابد أنه تطور القطاعات، وهذا هدف بصراحة التنمية المستدامة، كيفية أنا أستفاد من الثروات الموجودة وأهمها اليوم النفط اللي يشكل بحدود 90 أو 89% من موازنة الدولة.